السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج سايد كات من برامج البيم ابلكيشن اللي بتعمل ديزاين واناليسيز وبيعمل سايزنج اوف ستراكشر للمبنى. هو برنامج سهل وفيه شوية امكانيات حلوة وجميلة زي ما هنشوف مع بعض في الدروس القادمة. وهو معتمد على الاوبن بيم. طيب كل اللي انا اعمله ممكن اقول له select project او اقول له create new project، فبيقول لي اسم البروجكت اللي انت عايز تعمله، فاقول له مثلا OME. البروجكت ده هل هو professional ولا educational؟ الفيو اوبشن، هو بيرفع الحاجات على السيرفر بيم سيرفر، فبيسألك الناس اللي شغالة معاك في الشركة تقدر تشوفه ولا لأ. المانجمنت اوف كولابريشن، يقدر ان هم يطلبوا ان هم يتعاونوا معاك. طيب فبيقولك بقى المشروع دوت عايزه فاضي خالص وتبدأ امتى، ولا جوب امبورت فروم سايب 3D من قلب السيرفر، او ممكن تقول له انا عايز انتروداكشن دي اكس اف دي ام جي، انتروداكشن اي اف سي، اوتوماتيك انتروداكشن اكزامبل اوف دي اكس اف اي اف سي. طيب ممكن نقول له امتي واقول له اكسبت. كل واحدة من دول هنجربها في مرة من المرات. فبيقول لك الديسكريبشن بتاع المشروع، الكود اللي انت هتشتغل بيه بالنسبة للكونكريت، بالنسبة للرولد، بالنسبة للتمبر، كل واحدة فيهم فيها الأكواد اللي انت تشتغل بيها. أقول له أكسبت. هنا بقى بيسألني بقى بالنسبة للريينفورسد كونكريت، الفلور سلاب أنا واحد فيهم، الفاونديشن مثلا تختاره، ممكن تيجي هنا تختار المرحلة الفاونديشن سويل، تقدر تختار من الاختيارات الموجودة. الستيل، البارت والبولت اللي موجودة فيه في الريينفورسمنت، اللود هنحط معانا الويند لودينج وهكذا. عايز تعمل تشيك للفاير تقدر انك تتعلم عليه. بيبدأ بقى يجيب لي ويند لود هتشتغل بأنهي كود. فهقول له اكسبت. الليمت ستيتس، فهقول له اكسبت. فجينا من الانتدكشن واقول له فلور جروبس، ويختار ان احنا نضيف نيو فلور سنجل. اوكي اهوت نمبر اوف فلور تو انسيرت، هنزود كام فلور، قول مثلا 3. كل فلور منهم اهوت، ده اللايف لود وهنا الديد لود، تقدر تدخل وتكتب. تقول له اكسبت. بعد كده هقول له ان انا عايز اضيف كولوم بالشكل دوت، نيو كولوم. فبيبدا يقول لي بقى الكولوم اللي انت عايز ترسمه. هيبدا احنا عندنا اهو التلات فلور اللي احنا رسمناهم بنفس المرتفعات بنفس الاحمال بنفس كل حاجه. بيقول لي انت عايزه بقى يبقى موجود بين ان دور ان دور، وعايز الشكل بتاعه والانجل بتاعه الزاوية بتاعته والخصائص بتاعته الكفر بتاعه قد ايه وهكذا. اكسبت. تبدأ تضيف في المكان اللي انت عايزه بالاكس والواي، فبيضيف لك العمود بالشكل دوت.
ده اللقاء الأول للبرنامج، وإن شاء الله هيعجبكم زي ما عجبني جدا. البرنامج برعاية STS ST Solutions، هتلاقي رابط الشركة أسفل الفيديو لو عايز تعرف معلومات أكتر عن البرنامج.